عنده كاميرا جون يسخرج وحده دوني ما فين يصوروا لي جورناليست. ان شاء الله الاسبوع الجاي ينشر في الجريده الرسميه، راح يسمح لنا باه نساهم في كيما شرت ليه درك، باه نساهم الى تنويع اقتصادنا، وهذا عامل اساسي. لو ما لا قياس ولا تقييس، الصعب ان نوصل الى هذا التنويع الاقتصادي والتنويع الصناعي. ونزيد ناكد على هذا، نتكلم باه نصدر للخارج، ولكن بدون هذا الاجهزه الصعب علينا ان نوصل الى هذه الاهداف. القانون القديم عنده 25 سنه، يعني لما كان الاقتصاد مسير. اليوم رانا في اقتصاد حر، كان ملزوم علينا باه نطور قانوننا وباه نعطيه كل الوسائل والاجهزه باه نقدر نمشي. احنا دوك نستورد، نعطيك مثال، نستورد السكر، ما كانش عندي الامكانيات باه نعير نسبه الماء اللي موجوده في السكر، لكن النسبه تتغير ب 5% فقط، هذه 5% تخرج لك اون فالور زايده في السعر. هنا المستهلك خاسر، الاقتصاد الوطني خاسر. على هذا هذه الأجهزة وهذه الصناعات الجديدة لازمة، وإحنا اليوم أعطيناها الإطار اللي راح في المستقبل إن شاء الله راح تمكن لكل المتدخلين في هذا الجانب تكون عندهم إمكانيات باه يلعبوا الدور نتاعهم اللي ينتظروه منهم. وكم شفتوا اليوم أنا تكلمت، السوق يطلب عنده حاجة في هذه الصناعات. أنا تكلمت شيرت قبيل، احنا نستورد 11 مليار دولار في السنة في الخدمات، وهذا الميدان اللي رانا فيه اليوم كله خدمات، هذا راح يساهم في تقليص هذا